طيب احنا كنا لسه بنتكلم على صلاح وانتهى من المخدرات. النهارده حابين نقول لصلاح الف مبروك طبعا على الجول النهارده العظيم امام نيوكاسل، وطبعا الصوره بتاعت صلاح وهو بيقلع التيشيرت ما شاء الله والعضلات والجسم وهو بيحتفل بالجول النهارده اللي هو جابه ما شاء الله، ربنا يعني يحميه. اي نعم هو ترند النهارده، مش عايزين نعرض الصوره عشان يعني ربنا يا رب يحميه من الحسد، ولكن النهارده الصوره دي مكسره السوشيال ميديا والتعليقات على السوشيال ميديا، وبيبصوا بقى اسم العضله دي، في عضله كده ايه عامله زي الكف، كف يمين كده وكف شمال، دي عضله يمين وعضله شمال، حاجه كده ما شاء الله رائعه، يعني التقسيم والتشريح العضلي رائع. فان شاء الله ليك كل التوفيق باذن الله فيما هو قادم في مشواره في الدوري الانجليزي، وكمان الدور المجتمعي اللي قام بيه. وشفنا الحملة بتاعت انت اقوى من المخدرات وازاي جايبة نتيجة، فربنا يا رب يكرمه. بالمناسبة برضو ان صلاح بإذن الله هيكون مع منتخب مصر يوم 30، هيكون في ماتش ودي مع ليبيريا قبل ما نقابل الشهر الجاي في اول اكتوبر في مباراتين مع ليبيا في القاهرة ثم في بنغازي. فبالتالي صلاح هيكون معانا لان بريطانيا رفعت اسم عدد من الدول من القائمة الحمراء للسفر، فبالتالي هم كانوا 8 دول كان من بينها مصر، فبالتالي اعتبارا من الاربعاء 22 سبتمبر هيتشال اسم مصر من القائمة الحمراء وهتتحول الى القائمة الصفراء، القائمة الصفراء ولا البرتقالية بدل القائمة الحمراء، وده بالتالي هيسهل لصلاح ان هو ان شاء الله يكون موجود في مباراة القاهرة. برحب بيه الدكتور ياسر الشربيني استاذ المناعه بجامعه نوتنغهام ترنت ببريطانيا. دكتور ياسر مساء الخير، اهلا بحضرتك. مساء النور، اهلا وسهلا استاذ عمرو. اهلا وسهلا دكتور ياسر. يعني معنى ان دوله تتشال من القائمه الحمراء للسفر في بريطانيا وتتحول للقائمه الصفراء، ماذا يعني هذا؟ والله يعني كثير يا استاذ عمرو، يعني ان شاء الله باذن الله هيكون السفر من مصر إلى بريطانيا مشجع، والسفر من بريطانيا إلى مصر كسياحة شيء هيرجع مرة ثانية مع قرب السيزون بتاع السياحة ده. أنت محتاج حاجة زي كده علشان يعني ننشط السياحة إلى مصر إن شاء الله. هل فكرة البي سي آر بالتالي هتختلف بعد ما تحولنا للقائمة الصفراء؟ يعني المصري اللي موجود في مصر ومسافر على بريطانيا بعد يوم 22، هل هيحتاج ان هو يتعزل برضه في فندق ولا هيتعزل منزلي، وهيعمل كام بي سي آر؟ هل في تفاصيل عند حضرتك في الإطار ده؟ هوضحها لحضرتك بتفصيلة بسيطة جدا. هو طبعا العملية دي هتستغرق فترة بسيطة لغاية يوم 4 أكتوبر. احنا موجودين في اللسته الكهرومانيه، وبالتالي الناس اللي واخدين تطعيم من المملكه المتحده او معترف به في المملكه المتحده زي استرازينيكا وجونسون اند جونسون يستطيعون الدخول الى المملكه المتحده بعد عمل اختبار قبل السفر واختبار بعد وصولهم مباشره في خلال 48 ساعه بالبي سي ار. من بعد يوم 4 اكتوبر حضرتك يا استاذ عمرو هيكون في الغاء كامل لهذه الطريقه، الناس اللي تم تطعيمهم مش هيحتاجوا اي اختبار قبل السفر، وبعد السفر على طول اول ما يوصلوا هيعملوا اختبار بسيط جدا عامل زي اختبار الحمل لاترال فلو تيست، اذا لا قدر الله طلع ان هو بوزيتيف هيعملوا له البي سي ار. ده بالنسبه للناس المتطعمين، وده تشجيعا للتطعيم. ده من يوم 4 اكتوبر في المطارات البريطانيه ان شاء الله باذن الله كل المطارات البريطانيه هيتطبق عليها هذا الشيء. الشيء اللي مش كويس للناس اللي ما طعموش، ايوه الناس اللي ما طعموش وما خدوش تطعيم هيعاملوا معامله شديده شويه، لازم يعملوا اختبار قبل السفر بي سي ار، ولازم ما يوصلوا يعملوا اختبار في خلال 48 ساعة واختبار ثاني بعد 8 أيام، ولازم يعملوا عزل أو حجر لمدة 10 أيام. فأنا بشجع الناس من هذا المنبر إلى أخذ اللقاح أو أخذ التطعيم، لأن التطعيم دلوقتي بقى هو يعني أهم من الباسبور ساعات يعني. طبعا وخصوصا يعني إن هنا في مصر بقى متوفر اللقاحات سواء جونسون أند جونسون أو فايزر بالنسبة للمسافرين، فما فيش حجة يعني. لا خلاص ما عادش في حاجه، لكن هو اللي انا شايفه افضل بالنسبه لمصر، احنا محتاجين السياحه البريطانيه ترجع على مصر مره طبعا. اخرى
بالذات لشرم الشيخ والغردقه، ومعنى التسهيل في الاجراءات بهذا الشكل ان هيتشجع المواطنين البريطانيين، وحصل بالفعل زياده شديده في عدد الحجوزات خلال الساعات اللي فاتت دولت الى مصر ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله باذن الله نكون في موقف افضل يا رب. العام القادم. انا عايز اقول لحضرتك سؤال دكتور ياسر، وهو انا نفسي يعني جه على بالي واستغربته. هي لما بريطانيا فرضت حولتنا للقائمه الحمراء احنا كنا في يونيو صح كده، في شهر 6، صح وشهر 6 يعني كان ادنى معدلات اصابه، ما كانش 10 15 شخص في اليوم، فكان شيء غريب جدا. والنهارده احنا لما اتحولنا للصفرة ولا البرتقالي الحمد لله يعني، بس النهارده الارقام 588 امبارح، فعلى اي اساس يعني بيحطني في القائمه الحمراء وعلى اي اساس بيحطني في القائمه الصفراء؟ هي عوامل كتيرة يا أستاذ عمرو مش هخوض فيها، لكن هبسطها لك. هي معدلات التطعيم زادت في مصر في خلال الأسابيع الماضية صح بنسبة كبيرة، وده اللي أدى، مش مسألة عدد الحالات مش فقط، عدد الحالات هي المقياس يعني. لا اصل الناس لا بتقول ده احنا دلوقتي عندنا الحالات 500 وشوية داخلين على 600 وخرجنا من الحمراء دخلنا في الصفراء، طب ازاي؟ لا، هو المسألة زي ما قلت حضرتك كده، هم بينظروا لعوامل عدة من ضمنها عدد الحالات، بس ده مش الأولوية. الأولوية الأساسية هي التطعيمات وجدية التطعيمات والخوض في برنامج عظيم. التطعيم في مصر، وده عمل بصراحة يعني عمل عظيم تم بواسطة وزارة الصحة، وإحنا وصلنا إلى مرحلة نعتبر إنها شبه مطمئنة. احنا بدأنا نصنع كمان كميات موجودة من اللقاح عندنا في مصر، وشايف الناس مقبلة الأيام دي إقبال جامد على التسجيل، يعني إن شاء الله بإذن الله. أنا سعيد جدا يا دكتور، وحضرتك عمال بتقول عندنا وعملنا وبدأنا، رغم إن حضرتك موجود في بريطانيا وبتدرس المناعة في جامعة نوتنغهام ترينت في بريطانيا، ولكن قلبك وعقلك ولسانك مع مصر. طبعا يا فندم، انا كنت في مصر على فكره من حوالي 3 4 اسابيع، وبالرغم من ان هي كانت في الليسته الحمراء واضطرينا ان احنا نعمل رحله طويله شويه الى الدوله الشقيقه الامارات قبل ما نرجع لانجلترا، الموضوع ده خلاص الحمد لله الحمد هيبقى لله ما يتكررش ان شاء الله الحمد باذن لله الله. الحمد لله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على المعلومات المهمه دي، استاذ دكتور ياسر الشربيني استاذ المناعه بجامعه نوتنغهام ترنت ببريطانيا، شكرا جزيلا لحضرتك.